طلاب، هذه قسم من الأمثلة اللي قلت لكم آخر شيء راح نذكرها بالنسبة للبرودراج. هنا أنا هذا برودراج للبلاتينام 4 مثل ما تشوف. احنا تتذكرون قلنا البلاتينام 2 هو اللي راح ينطيني الاكتيفيتي. هنا أنا البلاتينام 4 اللي حضر منه برودراج اللي مثل ما تشوف الستركتشر مالته. هنا أنا بسوي له كونكشن شنو الاندوميفاسي، هنا أنا اللي هو تعرفوا النان ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وبنفس الوقت من الجهة الثانية مسوي له اتاك لل بايوتين. فاللي راح يصير بي ريداكشن، بعدين يصير بي ريداكشن راح ينطيني الاندوميثاسين اللي هو راح يأثر لي على السايكلو اكسجينيز، راح يسوي لنا اكتيفيشن فيسوي لي ريديوس للانفلاميشن. نفس الوقت السيزبلاتين راح يصير الاكتيفيتي مالته اللي هو الكيليشن على الدي ان اي والار ان اي، وبنفس الوقت راح ينطيني البايوتين اللي هو يعتبر التارجت مويتي. هذه الفكرة إذا تتذكرون قلنا مثل ما قسم منها الدليفري وجهها بواسطة انزيم، أو كان أكو نوع اللي هو الانتيبادي وصل للانزيم اللي شرحناه دي المحاضرة السابقة، أو قلنا أحيانا الانتيجين. أحد سأل قال يعني شنو الانتيبادي بعد أو الانتيجين إذا هو الانزيم للاكتيفيتي. إذا تتذكرون قلنا كخطوة أولى يحضر الانتيبادي وصله إلى التارجت مالته، وبعدين الانتيبادي يسوي له ووشنج بحيث ما يبقى بقية الأماكن، وإنما بس مثلا على الكانسر سيل حتى من ينطي السيستم. يعني معناها إذا عنده انتيبادي راح يحضر انتيجين حتى الانتيبادي يروح يتفاعل وياه، وإذا عنده انتيجين راح يحضر الانتيبادي الخاص به حتى السيستم اللي دي يسوي بيه الدليفري يروح للجزء اللي بيه الانفكشن، وهناك راح يشتغل الانزيم يسوي هايدروليسيز وينطيني المركب او الدراج مالتي. فهنا أنا نفس الشيء. هواية اكو امثلة راح تشوفها انت من راح تسوون التقارير مالتكم. احيانا يستخدم البايوتين او يستخدم اي ماكرو مولكيول ايضا كنوع من الدليفري سيستم. فهنا نستخدم البايوتين اللي انت تعرفه هو جزء من الجسم، هذا الستركتشر مالته وانت تعرفه، واستخدم وياه يعني حضر لي البلاتينوم وكان محضر حضره بجزئين ما عندها اكتيفيتي. هنا أنا هم كان سيستم كدليفري سيستم، وبنفس الوقت كان ان اكتيف وصار بي اكتيفيشن بواسطة ريدكشن، فممكن اعتبره كنوع من البايو بريكارسر. بنفس الوقت هو ميوتشال دراج لانه انطاني تو اكتيف كومباوند، وحتى البايوتين اكو قسم يعتبروا لانه هذا راح يزيد الاكتيفيتي للنورمال سيل اذا وصل، لان هو جزء من الجسم. فهذه النوع من السيستم الدليفري استخدم بها مادة موجودة بالجسم. استخدموا الماكرو مولكيول، هنا راح ناخذ كم مثل عليها. هنا نوع آخر يحكي على البايوتين لينشن، انه يوصل مثل ما نقول للمادة تكون موجودة بالجسم حتى يوصل إلى المكان اللي ينطي به الأكتيفيتي، وهناك راح يأثر على الكانسر سيل مثلا. الفلودرابين هم أخذناه كمثل. هنا حضر إذا تذكرون من حكينا على الإنزيم والتأثيرات مالته، حضر انتيجين بالنسبة من الإيكولاي وحضر به الانزيم اللي حضر من الإيكولاي حتى ينطي الاكتيفيتي واللي هي ذكرناها بالمحاضرة السابقة. ومثل ما قلنا من يخلي
سنان أذاكر لك، سوى انجكشن للتيومر بالإنزيم اللي نحضر الأنتيجين اللي حضره من الإيكولاي واللي يكون متصل به الإنزيم. بعدين after 2 days قال لك نسوي واشنج بحيث أخلص من الأكسس، وبعدين راح أنطي الفلور درابين فوسفيت اللي راح يتم عليه الأكتيفيتي ويتحرر وينطيني الأكتيفيتي مال فلور درابين. الفلورو أدينين اللي راح يأثر لي على التيومر سيل ويوقف النمو مايد مالتها. فهذه أمثلة وإحنا ذكرناها هذه بالنسبة للدليفري. هنا نحكي على الماكرو موليكيول بها أدفانتج الأبزوربشن مالتها، الديستريبيوشن راح تعتمد على الكارير اللي انت مستخدمه، وراح يسوي نوع من التارجتينج نفس الوقت تقلل مينيمايز انتراكشن وذ اذر تيشو اور انزيم، فيور ميتابوليك بروبلم سو انكريز ثيرابيوتيك اندكس. هذه بالنسبه للفوائد مالتها، راح تسيطر على ابزوربشن على الديستريبيوشن مالتها، على التاثيرات الجانبيه تكون اقل. الديس ادفانتج مالتها شنو؟ أنا ودت تستخدم ماكرو موليكيول فاحتمال يكون صعوبة بامتصاصها، كانجكشن يمكن صعب تنطيها، وبنفس الوقت احتمال يصير لأن هو ماكرو موليكيول يصير عندي أميونوجينيسيتي بروبلم، يعني يصير عندي نوع من الألرجيك رياكشن. من هذه الأمثلة المنطقية هذا مثل ما تلاحظ هنا منطيق سينثيسز، هنا الاسبرين لينك تو بولي فينيل الكهول. فينيل الكهول تعرف يعني اكو كان دبل بوند وانضافت فصار بهالطريقة، هو بوليمر، هي كلها راح يستخدم بوليمرات هنا. فالبوليمرات تعرف ان عندي دبل بوند يلا تنضاف، طبعا بما انه هو OH فممكن يضيف لها كاربوكسيل جروب فيسوي استر لينكج. وبهالحالة دا تشوف الأعداد هنا المنطق إياها يعني بوليمر، فما تعرف هذا العدد شقد أو هذا هو راح يضيف لك حسب البوليمر المحضرة. هنا مثل آخر منطق استخدم البوليميث أكريليت، هنا مثل ما تشوف ايضا كان اكو دبل بوند وهذا الاكريليت، يعني هنا عندي سي اتش 3. هنا انا الفانكشنال جروب عندي هو الكاربوكسيليك جروب، فراح يسوي ايضا استر، بس هنا راح او اتش طبعا راح تجي. هنا انا المركب مالته اللي خلاه ما خلاه مباشر مثل ما تلاحظ هنا، ما خلى المركب مالته مباشرة يتصل بالبوليمر، لأن شاف قسم منها من يوصل رأسا هو هم أنا كاربوكسيليك جروب، وممكن يتصل هنا الكهوليك ويوصله بالكاربوكسيليك جروب ويكون البوليمر هو الدليفري إله. لكن شاف أحيانا يصير صعوبة بالهيدروليسيز لما يكون المادة مالته مثل بهذه الحالة الصعبة الهيدروليسيس، فيخلي سبيسر بتوين البوليمر والمركب اللي دا يسوي له ديليفري. وطبعا هنا أنا مثل ما تشوف أضاف إضافات، هنا أنا خلى سلفوني الجروب حتى يزيد الووتر سوليبوليتي. هنا نستخدم البولي أمينو أسيد، أمينو أسيد بوليمر مثل ما تشوف يقدر يستخدم أي أمينو أسيد، وعلى أكثر أنت شفت دائما يستخدم الجلوتاميت، فالجلوتاميت دائما السايد تشين بيها الكاربوكسيليك جروب، ويقدر أيضا يوصل لها الكهول. هنا أنا أيضا منطيك
نوع من تعرف هذه اكثر الاستراكشرات مالت الهرمونز. راح ايضا راح يكون نوع من الدليفري مثل ما قلنا، شفت الادفانتج مالته. ايضا خلى سايد تشين هنا ايضا للسوليبيليتي، يعني تركه ما متفاعل الكاربوكسيليك مويتي من الجلوتاميت اللي هو الامينو اسيد اللي شفته هو استخدمه من بالاضافات او من يحضر البوليمر، حتى احنا استخدمناه ويا الميثوتروكزيت. وايضا خلالنا سبيسر اللي مثل ما تشوف هذا الجزء حتى يصير عندي سلو ريليز ويتحرر الهرمون بالجزء اللي اني اريده. هنا انا استخدم البوليمر للنيتروجين ماستر مثل ما تشوف، ايضا اللي عندي هو الجلوتاميك اسيد وسواله بوليمرايزيشن. هنا أنا جزء منه تركه مثل ما قلنا كاربوكسيليك جروب اللي هو السايد تشين مالت الجلوتاميت حتى للسوليبيليتي. هنا أنا شوف ركز لك على هذا انه هو ديليفري، ليش؟ لانه بالجزء الاخر وصل ويا اي جي، معناها راح يروح على جزء معين اللي هو موجود بالانتيبادي حتى يتفاعل وياه، وبعدين اكو انزيم او اكو شوف شنو الظروف اللي موجوده بال الكانسر سيل راح يسوي لها هيدروليسيز ويتحرر لي الماستر النيتروجين ماستر اللي احنا تكلمنا عليه سابقا. فاذا هنا أنا لو تشوف هذا الجزء هو السايد تشين مالت الجلوتاميك اسيد، اتصلت بالامينو جروب مالت النيتروجين ماستر، وبعدين راح يصير ورا ما صار بيبتايد لينكج، اكيد البيبتيديز اللي موجوده اللي هو اكيد مفعلها او هي موجوده اصلا بالسيل راح تسوي لي هيدروليسيز وتنطيني الاكتيف كومباوند. هنا أنا بيها نوع من السبيسيفيستي بالدليفري لانه استخدم وياها الاي جي. فهذه فكرة ملخصة اللي هي ايضا تدخل ضمن انه استخدم البوليمر اللي هي الماكرو مولكيول، وبنفس الوقت انطاك فكرة انه يفضل من يستخدم البوليمرز انه اذا المركب مثل ما تشوف نوعا ما به تعقيدات انه ما يستخدمه رأسا يوصله الى البوليمر، لكن يخلي سبيسر وياه، بينما بحالة الاسبرين وصله رأسا معناه شاف الهيدروليسيز مالته يكون بسهولة. فهذا اخر شيء بس كتذكرة لهذا الموضوع، لان احنا بعدين سرح نبدي بالكومبينيتيريال اللي هو الجزء الاخر من الموضوع مالتنا. موضوعنا هو الجديد هو الباي الكومبيناتوريال كيمستري. الكومبيناتوريال كيمستري هو فد موضوع نوعا ما جديد، بس بدأ كفكرة بال 1963 بدا عالم اسمه ميرفولد. شنو الفكرة من هذا النوع من التفاعلات؟ انت تعرف من دراستك او اخذت فد فكرة انه انا لما اريد اسوي سينثيسيس المادة معينة راح ادرس الستركتشر مالتها، اشوف شنو الرياجنت اللي احتاجه، شنو السولفنت اللي احتاجه، شنو الكاتاليست اللي احتاجه، الحرارة بريشر، الظروف اللي يحتاجها التفاعل لكل خطوة، وبكل خطوة راح يكون عندي برودكت معين، يعني يجوز التحضير يستمر وياخذ اكثر من ستيب بالرياكشن، بكل ستيب راح يكون عندي مواد رياجنت معينه، كونديشن معينه، اي كاتاليست معين، كلها لازم احسبها واعرف شنو هي. ومن يخلص الرياكشن البرودكت اللي انا اريده لازم اسوي له اكستراكشن واخلصه من المواد الاخرى اللي باقيه، وهذا بعد ما انقيه اكمل عليه التفاعل
المرحلة الثانية أو الثالثة whatever إلى أن أوصل للبرودكت مالتي. طبعا هذا راح يحتاج كميات كبيرة من الريجنت بكل خطوة، خصوصا من البداية، لأن كل خطوة راح يصير بها لوز أكيد. وبعدين بكل خطوة راح أضطر أنقي طبعا نوعا ما المادة، لأنه احتمال إذا خليت البرودكت مالتي مثلا خطوة واحد اللي اعطتني البرودكت مال خطوة اثنين، إذا بقيت ويا الريجنت والكاتاليست يجوز أدخل يعني يأثر لي على التفاعل الخطوة البعدها. فيفضل إنه أسوي له اكستراكشن أو ريكريستلايزيشن، أو يعني أخلص من المواد الإضافية اللي خليتها بواحد من الستيفات اللي قبله، وهكذا. فالتفاعل راح ياخذ فترة كلش كبيرة. بعدين الناتج مالتي طبعا راح اسوي له اناليسز واتاكد منه، بعد ما اتاكد منه راح ادزه للبيولوجيست حتى يسوي لي التفاعلات اللي يشوف لي شنو التاثير اللي انا ببالي، مثلا اريده شنو تاثيره، انتي هايبرتنسيف، انتي كانسر، انتي ابيليبتيك، شنو الاكتيفيتي مالته. فراح يروح للبيولوجيست راح يختبره، لو يعطي اكتيفيتي او احتمال الاكتيفيتي ضعيفه او السميه عاليه، فراح يرد يرجع للكيمست حتى يرد يسوي عليه اضافات، يسوي له ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب، شنو الجروب اللي ممكن يضيفه حتى يزيد الاكتيفيتي، يقلل التوكسيسيتي، يزيد الانتريشن لل بلاد حتى يدخل يصير بيه ديستريبيوشن. فهذه كلها يرجع مرة أخرى من جدة وجديد، يعني كأنه يبدي من الصفر. فهذه شافه طبعا تاخذ عدة سنين الحالة أحيانا، ومصاريفها تكون كلش غالية، تاخذ يعني مبالغ كلش كبيرة، لأنه راح يعني يعيد أكثر من مرة وراح يجرب أكثر من مرة، والوقت كلش طويل مثل ما قلنا. فبدأوا يفكرون في شغلة تكون أسهل وأسرع، فجت الفكرة المارفل، وأول واحد جرب هذه الحالة، وكانت تجربته بالبداية على أنه يحضر ترايبيبتايد، يعني اثنين أمينو أسيد يفاعلهم حتى يحصل ترايبيبتايد، واللي أنت تعرف بعدين ممكن يسويها بيبتايد اللي ممكن يحضر منها البروتين وهكذا. فكرته كانت شنو؟ انه يحضر عدد كبير بنفس الوقت، وبنفس الوقت راح يعني ينطي للبيولوجيست، البيولوجيست راح يستخدم الهاي ثروبوت سكريننج اللي هي سام نجي نشرحها، اللي راح ايضا الاناليسز البيولوجيكال اناليسز مالتهم راح تكون سريعه، وبنفس الوقت الاناليسز للمركبات اللي تكونت راح نجي ناخذها منها بنوعا ما من التفصيل، راح تكون ايضا سريعة ومفيدة بحيث ما اخذ فترات كلش طويلة. فمثل ما قلنا بدت فكرة الكومبيناتوريال كيمستري اللي احنا قلنا اول واحد بداها هو ميرفيلد. ميرفيلد اقترح انه مثل ما مبين لك هنا اخذ أمينو أسيد، أخذ أمينو أسيد ووصل إلى رزن، هي هاي الفكرة، أنه يوصل الريجنت الأساس إلى سوليد رزن، وبعدين يبدي يضيف له الإضافات اللي يريد يضيفها عليه حتى يسوي التفاعل. فسراح نشوف الستيب مثلا شو راح يوصل، شنو نوع الرزن اللي راح يستخدمه، شنو السائل لازم، طبعا هو يكون انأكتيف لازم بس يتصل بالريجنت، لأن إذا بأي أكتيفيتي احتمال هو يتفاعل، فلازم يكون انرت، ما عدا أنه بي فانكشنال جروب ممكن أوصل بيها المادة مالتي اللي راح أضيف عليها الإضافات. بنفس الوقت يكون سهل بعدين الريليز مالته، لأنه أنا آخر شيء ورا ما راح يتحضر عندي المادة، لازم أخلص من الرزن حتى أحصل المادة مالتي، فمعناها ممكن أسوي له هيدروليسيس بحيث ما يأثر لي على المركب اللي حضرته. فهذه الفكرة. بعدين ورح نجي ناخذها ستيب باي ستيب. هسه هو هذه وصل طبعا لي قدام سوى بروتكشن، هسه رح نجي للأمينو جروب حتى يتفاعل بس الكاربوكسيليك جروب، بعدين ضاف، بعدين سوى دي
سوى له ريليز للجروب اللي سوى يعني سوى حماية للأمينو جروب، بعدين راح يضيف له أنذر أمينو أسيد اللي أيضا مسوي له بروتكشن للأمينو جروب مالته، حتى بس يتفاعل الكاربوكسيليك جروب بعد ما اتصل راح يسوي دي بروتكشن أيضا يفصل هالهادي ويضيف أنذر أمينو أسيد وهكذا. فهذه الفكرة بدأت عنده، ومثل ما تشوفون مثل ما قلنا ميرفولد هو أول واحد اقترح هذا الاقتراح، وهنا شارح لك طبعا شنو الفائدة مثل ما قلنا، شان البيولوجيست راح يستفاد، شلون تم تطبيق الفكرة هذه، ومثل ما قلنا البداية أول واحد قلنا هو ميرفولد. وميرفولد ايش استخدم؟ استخدم هذا الرزن اللي هو متكون من بوليستيرين، واللي اريد تقولوا لي شنو الستراكشر مالته، كروس لينكد و دايفينيل بنزين، وهم اريد الستراكشر مالته، كل ما هنالك انه هذه اثنينهن مثل الشبكه صايره سوليد رزن، وصل بيها بس كان بيها راح نجي نشوف شلون خلى المركب مالته يتصل بيه، قلنا ما راح يكون بيه، هسه راح نجي نذكر الانواع، اما يكون بيه هالوجين او يكون بهيدروكسيل جروب او يكون بامينو جروب حتى يتصل بالمركب مالتي اللي راح اضيف عليه الاضافات. اما اذا ما كان اكو جروب ايضا راح استخدم نوع معين من الرزن. فاللي استخدم ميرفولد اول واحد كان هو لتحضير التراي بيبتايد مثل ما قلنا، هو كان من البوليستيرين كروست وذ دايفينيل بنزين، وهسه راح نشوف خلى هالوجين جروب حتى يتفاعل ويا الكاربوكسيليك جروب للامينو اسيد وبدا يضيف عليه الاضافات. طبعا هذا البيض شاف شنو السولفنت اللي يحتاجه فخلاه بالسولفنت، طبعا اضاف عليه الامينو اسيد الاول، وش يحتاج من حراره من إضافات أخرى راح تكون كلها بالسولفنت اللي موجود ضمن الريجنت وموجود ضمن السوليد اللي هو استخدمه الرزن السوليد رزن. قال لك معظم الحالات حاول يخلص من الهيتينج فاستخدم المايكروويف هيت يعني حتى اسرع، ونفس الوقت ما يصير عنده ديكومبوزيشن او فتشي وما ياثر على بقيه المواد الموجوده بالسولفنت. بالضبط هنا شارح لك شلون خلى هذا اللي قلناه. عالم اخر اللي هو هنغاري الاصل اللي هو عربد، هذا قال المشكلة سرح نجي نشوف على طريقة ميرفولد انه فعلا راح يتكون عندي عدد كبير. ليش؟ لاني بنفس الوقت مثلا عندي 3 type of amino acid، راح اخلي بكل بيض، لان هو بنفس الوقت راح يضيف، قال لك ممكن استخدم روبوت على الاضافات، ممكن استخدم هسه راح نجي أجهزة معينة بحيث تصير الإضافة بالمايكرو بايبيت بنفس الوقت، الكميات اللي استخدمها قليلة، اللي يصير شنو انه راح يستخدم بيد راح ينزله بالسولفنت، وهذا كل واحد بي عدة فتحات بكل واحدة منهم راح يخلي مادة معينة. فمثلا بدأ بأول عندي رقم 1 و2 و3 من أمينو أسيد، أول مرة مثلا بواحد من السبوت ضاف رقم 1، بالثانية ضاف رقم 2، بالثالثة رقم 3، بعدين بدأ يعني يضيف بالعكس، مرة يضيف مثلا رقم 1 على نفسه، رقم 2 على نفسه، رقم 3، بعدين لا رقم 1 يضيف رقم 2 ويخالف الأمينو أسيد، بحيث يحصل على أكثر نوع من البوليبيبتايد أو الترايبيبتايد بنفس الوقت. بتفهمون شلون؟ يعني بكل سبوت اكو سيكونس معين، كل واحد ينضاف بالطريقه اللي طبعا الاضافات كمبيوترايز، ومثل ما قلنا راح يستخدم روبوت اللي راح يضيف له حسب البرنامج اللي هو منطيه. فانت لاحظ انه بكل سبوت راح يكون السيكونس، مره مثلا
امينو اسيد واحد واحد واحد، مرة واحد اثنين واحد، مرة واحد اثنين ثلاثة، وهكذا. بهاي كلها تصير بنفس اللحظة بنفس الوقت إضافات وتكوين للترايبيبتايد. بالنهاية كل بيد أو كل سبوت أو كل تي باك حاطه هو كل واحد بيهم بي البيبتايد اللي حسب السيكونس اللي هي وضافه، حتى عنده فكرة عن السيكونس اللي ضافه. فبقى عليه بس يسوي له اكستراكشن تغسله، راح يطلع هو والرزن اللي متصل به، يسوي هيدروليسيس للرزن، فراح يحصل على البيبتايد اللي يريده. وبهالحالة بس شنو مثلا طلع عنده فدميت تراي بيبتايد، ولو هي هسه تنحسب، بس راح نشوف شلون نحسبها. هذا العدد الكبير احسن وصلوا لل 1000 برودكت ممكن يحضرون، بما انه كل واحد بسبوت معينه تحضر بمكان معين، فمعناها ماكو تداخل، اذا هي راح تكون بيور. كل سبوت او كل كلام او كل وات ايفر اللي استخدمه راح تكون منفصله عن الاخرى، فمعناها البرودكت مالتي راح يكون نقي. بس وين يصير عندي الاشكال؟ انه بال يعني راح يكون الاشكال يم من البيولوجيست، لان راح يسوي ديتكشن الاكثر من نوع، فاحتمال ولو اكو اكثر من طريقه بس يعني راح تاخذ فتره. فهذا العالم الهنغاري قال لا، خلينا ناخذ غير طريقه بحيث اقلص من العدد التجارب للبيولوجيست. فمثل ما قال لك هنا أنا على هذا الفقر، شنو كانت فكرته؟ هي فكرة سبلت اند ميكس. اخذ الرزن متصل بأي ومتصل بي ومتصل بسي، مثل ما تلاحظ. فطبعا هو عنده A و B و C ماخذ مثل ما قلنا 3 type of amino acid. النتيجة انه هاي كل واحد بيهم اتصل بالرزن. الخطوة اللي بعدها هذا ضاف A، فصار A A B A C A. هذا ضاف لل B، صار بنفس الوقت اللي دا يضيف، يعني وصل ال 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 الامينو اسيد للرزن، بدا يضيف له هذا اي، مره ضاف له اي فصار اي اي، وضاف بي فصار، يعني هذا السيد يضيف شنو؟ مثل ما تلاحظ هنا من الفقر هذه، انه فكرة العالم هذا الهنغاري انه يسوي ميكس ان سبلت. شنو هي الفكرة؟ مثل ما تشوف اخذ 3 different amino acid، احنا بعدنا تحكي تحضير التراي بيبتايد، اخذ 3 different amino acid اللي هي الـ A B و B و C، ووصلها بالرزن اللي هو قد يكون مارفولد او يكون اي نوع من اللي هسه راح نذكرها من انواع الرزن. بعد ما حضر الرزن اللي متصل بال 3 different amino acid، سوالها طبعا هاي اول مرة سبلت كل واحد على حدة، برا ما اتصلوا صار لينكج ويا الرزن، سوالهم ميكست ال A ويا الرزن وال B ويا الرزن وال C ويا الرزن، فسوالهم ميكس. من سوى ميكس للرزن اللي متصلة به ال A والرزن متصل B والرزن متصل C، صاروا ثلاثتهم سوى هذا المجموع اللي صار به الرزن ويا A والرزن ويا B، قسمها ثلاث أقسام متساوية، يعني صار عندي ثلاث أقسام كل واحد بي نفس الكمية من الرزن A رزن B رزن C. هسه كل مجموعة ضاف لها نوع من الأمينو أسيد، أول مجموعة ضاف لها الـA
امينو اسيد، ثاني مجموعة اضاف لها البي، فهذا السيكونس صار عندي متصل عندي اي وبي وسي، نضاف لهم اي اي اي، المجموعة الثانية اضاف لهم البي، فصار اي بي 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 سي بي، المجموعة الاخرى اللي هي ضاف لها السي، فهو ضاف لها السي هي اصلا عنده بالخليط اي وبي وسي متصلة، ضاف لها سي سي سي، فصارت اي سي بي سي سي سي. هسه صار عنده تلاحظ ثلاث انواع هنا وثلاث انواع هنا وثلاث انواع، تلاحظ السيكونس ابدا ما تساوي ثلاث انواع بكل مجموعة، ثلاث سيكونس دايبتايد. رجع هذول المجاميع الثلاثة خلطهم مرة الاخرى ايضا، رجع سوى ميكس، فبالميكس ايش صار عنده؟ صار عنده التسع انواع هذه، ورا ما سوى ميكس رجع سوى سبلت، همين قسمهم ثلاث اقسام، كل قسم راح يكون به تسعة، تمام؟ لان ثلاثة بثلاثة بثلاثة تسعة. هسه كل مجموعة بدأ يضيف لها امينو اسيد معين، اول مجموعة ضاف لها الاي فصارت اي 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 بي اي اي وهكذا، ونفس الشيء بالنسبة للمجموعة الاخرى ضاف لها البي فصارت اي اي بي بي اي بي سي اي بي، المجموعة الاخرى ضاف لها السي فصارت اي اي سي بي اي سي. لو تلاحظ بكل وحدة من هذه الثلاث مجامع السيكونس ابد ماكو وحدة تشبه الاخرى، فصار عنده كم نوع؟ تسعة، تسعة بتسعة، 27 تراي بيبتايد تحضرت بثلاث خطوات. اوكي، بس هنا الفرق بينه وبين ميرفولد ما عنده ميكس، كل كولوم مثل ما شفنا وراح نشوف هسه بانواع اللي مستخدمها من ال التكنيك، اما يستخدم احيانا براش مثل البراش، او يستخدم كولوم، او يستخدم سبوت، او قد يستخدم شيتس، او يستخدم تشيب حسب الطريقه اللي يستخدمها، بس شنو منفصله، كل واحده منفصله عن الاخرى، فكل ترايبيبتايد دي يتكون راح يكون منفصل تقريبا، حتى السيكونس مالته معروف بيوريفايد اصلا، حتى الايدنتيفيكيشن مالته سهل. وين يصير عندك المشكله؟ من كل نوع من الترايبيبتايد راح تضطر تشيكك، تطيل البيولوجيست حتى يشيكه، فالعدد راح يكون كبير. هنا الافضليه انه لا، من سوى الميكس والسبلت صار عنده ثلاث مجاميع مثل ما تشوف، فشي يسوي؟ يختبر الثلاث مجامع هذه، شاف البيولوجيست انه هاي المجموعة اللي الوسطية هي اللي بها الاكتيفيتي، فمعناها راح يسوي نيجليجبل لهالمجموعة ولهالمجموعة، ياخذ بس هذه المجموعة اللي طلع بها الاكتيفيتي. شي يسوي؟ ايش بها صفة هذه المجموعة؟ لو تشوف كل ثلاثة، لان احنا اصلا كان ميكس وسبلت، اكو مجموعة انتهت باي بي، ثلاثة منها انتهت اي بي، المجموعة الاخرى ثلاثة منها انتهت بي بي، والمجموعة الاخرى سي بي سي، فش راح يسوي؟ يرجع على اول خطوات ويبدي يحضر كل مجموعة من هذه المجاميع على حدة، يعني يفصل اللي تتكون منها بنهايتها اي بي، ويفصل او يحضر اللي بيها بنهايتها بي بي، واللي بظاهرتها سي بي، لان هي واحدة من هالمجاميع اللي بها الاكتيفيتي. فاذا راح يرجع هم يصير عنده ثلاث مجامع، يشيكها واحدة من هاي المجامع راح تكون بها الاكتيفيتي، فيبقى عنده بس 3 كومباوند راح يقدر يعرف اي بهم هو اللي اكتف. فهذه بس الطريقة انه من يجي دا يشيك الاكتيفيتي راح تكون عليه اسهل، يعني مثل ما دا شوف صار عنده تقريبا مثل ما حضر بثلاث خطوات، بينما بميرفولد خطوة واحدة بنفس الوقت كلها دا تتحضر، البيوريفيكيشن مالتها اسهل. هذا السهوله وين؟ انه حضرها بثلاث خطوات، لكن التشيكينج هم صارت خطرو، يعني اول مره تشيك ثلاثتهم هاي خطوه، بعدين هذه قسمها ثلاث اقسام وتشيكها، راح تطلع عنده مجموعه، مثلا طلعت هاي المجموعه اللي نهايتها سي بي، بس يرجع يسوي متخ تشيك لهذول الثلاثه، راح يعرف ياهو بهم ولا اكتف، فما بثلاث خطوات قدر يوصل للاكتف ديريفيتيف من هذني الترايبيبتايد. فهذه الفرق بين طريقة ميرفيلد وطريقة
الهنغاري أربد. فطبعا هذه استغلها حتى يحضر غير مركبات، وهاي أول شيء احنا قلنا دائما بدأوا بالبيبتايد لأنه يعني كفكرة أولية، لأنه دائما عندهم إشكال بالتحضير مالتها، لأن لا تنسى اكو سيكونس معين. وطبعا بدأ يستخدم الطريقة بمواضيع أخرى وتحضيرات أخرى اللي من ضمنها هسه راح نشوف. شوف هنا أنا منطيك أنواع الرزن أو البيض اللي راح يسويها شلون راح تكون، أما على شكل تي باغ او على شكل بنز ان لولي بوبس او على شكل دوتس. هاي اللي موضح لك اياها، هذا على شكل تي باج، هذا على شكل بن، وهذه اللولي بوبس يعني هاي مال الالعاب مال الاطفال. هذا دوت اون سيليلوز شيت وعليه دوتس سبوتس، يعني هنا النوع الاخر يوم استخدم بيه سبيشال اريز اون مايكرو تشيب حسب البيض اللي انت راح تستخدمه. من ضمن التطبيقات اللي استخدم بها الكومبينيتوريال سينثيسيس، مثل ما تلاحظ حضر قلنا الترايبيبتايد، بس احنا عندنا فكرة، أنت عندك فكرة أنه البيبتايد بصورة عامة والبروتين صعب أنه أنطيها أورالي، ففكر أنه يسوي فد تشينج بالموليكيول حتى يقدر ينطي ك يعني شوف لك دراج أكتيفيتي، ونفس الوقت ينطي فد نوع من البروتكشن حتى لا يصير بها هيدروليسيز أو يغير فد تسوي فد تشينج بالستركتشر، لأن الأمينو أسيد راح تكون سنسيتيف، البيبتايد اللي راح أحضرها راح تكون سنسيتيف للأسيديتي اللي موجودة بالستومر. فمن ضمن الاقتراحات اللي كانت أنه مثل ما تشوف استخدم حضر فتشي اللي اسمها البيبتايد، حضر البيبتويد العفو، حضر البولي بيبتويد أو التراي بيبتويد اللي هي في الستركتشر يشبه بالتحضير مالت الامينو اسيد، مثل ما تشوف هنا هذا الترايبيبتايد اللي هو امينو اسيد، هذا الكربون اللي هو كايرال سنتر اكو اتش واكو ار سايد تشين والنيتروجين والكربونيل جروب، نفس الشيء هذا الترايبيبتايد اللي سواه شنو؟ اول حاجه خلص منها، خلص من الهيدروجين اللي موجود على النيتروجين، انت تعرف بهالحاله راح يسوي هيدروجين بوندينج، فحول السايد تشين هذه اللي موجودة على النيتروجين، السايد تشين اللي موجودة بالأمينو أسيد حولها على النيتروجين، ففي الحالة خلاص من الهيدروجين بوندينج مثل ما سوالك هنا. الشغلة الأخرى من حرك السايد تشين الآر من الكربون على النيتروجين، خلص من الكايرال سنتر اللي أنت تعرف يعني يسوي فج سبيسيفستي عالية بالرياكشن مالت الأمينو أسيد أو البيبتايد اللي يحضره ويا الريسبتر. بنفس الوقت شاف إن إذا خلص من الهيدروجين بوندينج، خلص من الكايرال سنتر، شاف أنه هذا المركب اللي حضره اللي هو عبارة عن تراي بيبتويد وليس تراي بيبتايد، الفلكسبيليتي مالته أعلى، هذه الدبل بوند اللي تتحرك مع الكربونيل والنيتروجين أقل، فشاف أنه ستابيليتي عنده against many type of enzyme اللي هي من ضمنها الكايموتريبسين والبيبين والبيبسين والكاربوكسي بيبتيديز اللي انطته فد ستابيليتي، فممكن أنطيه أورالي. وبهالطريقة طبعا كلها هي بطريقة الكومبينيتوريال سينثيسيس اللي دا يحضر بها أكثر من نوع، نفس الشيء شفنا مثلا بالميكس أند سبليت حضر 27 نوع، من ضربنا مثل على المركب مالتنا اللي حضر كان أيضا عدد 80 مركب حضر، فبهالحالة استفاد من أنه يحضر أكثر من مركب بنفس الوقت،
وبنفس الوقت قدر يحلل الاكتيفيتي مالتها. فمن ضمن المركبات اللي حضرها هنا حضر مركب اللي كان له من هذه اللي وطاك مثل هنا نوعين من المولكيول اللي حضر منها. الاول كان له الفا ادرينرجيك انهبيتر اكتيفيتي، والثاني كان له سيميلاريتي اكتيف ميو اوبيت ريسبتر ليجاند. عند هذا الثاني هذه الاكتيفيتي مالته مثل ما تشوف هو بيبتويد وليس بيبتايد، بس كان لها اكتيفيتي انطتا بعد ان حضره بالكومبينيتيريال. هنا يمكن مثل ما تشوف انطاك امثله على نوع البيد اللي راح يستخدمها. هذه الانواع اللي هي الامبولايزنج اند سيبريتنج كيميكال كومباوندز، اللي شو راح تكون هذه الانواع اللي طالك يا اما على شكل تي باج ما اقول لك سينثيسيس، انطاك التفاصيل مالها انه وين الرزن وين راح يخلي المواد مالته وين السولفنت مالته بالضبط مثل التي باج. اكو النوع الثاني اللي هو البنز والليلي بوبس اللي هذه راح تدخل هنا، وانت كل نوع تعرف شنو الاضافه راح تصير، قلنا كله كمبيوترايز. النوع الاخر اللي هو الدوتس اون سيلولوز، مثل ما قلنا احنا احتمال نستخدم شيت مو شفاف اشياء بلاستيك او جلاس. هنا النوع الاخر اللي هو سماه سبيشال ارايز اون مايكرو تشيب، هنا استخدم هذه كلها طرق استخدم بها الكومبينيتوريال سينثيسيس. اذا استفاد من هذه النوع من الكيمستري اللي هو الكومبينيتوريال انه بنفس الوقت دا يحضر اكثر من مركب، وبنفس الوقت دا اكثر من ديريفيتيف، ودا يحصل على الاكتيفيتي اللي يريدها بسرعه مو ياخذ وقت هوايه. المواد اللي دا يستخدمها كمياتها قليله، الوقت قصير. وهنا نرجع على البنزودايزيبين اللي هسه ايضا ذكرناه اللي هو الون فور بنزودايزيبين، من حضرنا قلنا 80 ديريفيتيف حضر بنفس الوقت اللي ذكرناها بالبدايه. هنا الطاك الخطوات واللي راح نرجع عليها نشرحها من حضر البولي بيبتايد او التراي بيبتايد. مثل ما تشوف هنا اول شيء المركب مالته اللي انت تعرف الستركتشر مالته اللي هو التو امينو بنزوفينون، حتى يوصله للرزن المركب مالته بامينو جروب وبهيدروكسيل جروب، فحتى يضمن انه الهيدروكسيل جروب هو اللي راح يتصل بالرزن سوى بروتكشن للامينو جروب بواسطه الناين فلورينيل ميثوكسي كربونيل، او هسه نجي على الستركتشر مالته اللي هو نوع من البروتكشن. اكو نوعين من الجروبس اللي يستخدمها للبروتكشن للامينو جروب، فبهالحاله بقى بس الهيدروكسيل جروب هو اللي فري اللي راح يتصل بالرزم مالته، فسوى اتاتشمنت على السوليد سبورت مالته اللي هو قد يكون ميرفولد اللي مثل ما تعرفون قلنا السايد تشين بيها كلورين، فالكلورين جود ليفنج جروب، فالاكسجين راح يجي يتصل ويكمل. هنا الخطوه اللي بعدها ايش راح يسوي؟ يسوي دي بروتكشن، يزيل الناين فلورينيل ميثوكسي كربونيل ويسوي الامينو جروب فري. هسه راح يضيف له حتى يكمل الستركتشر امينو اسيد. الامينو اسيد قبل ما يضيفه ايضا سوى بروتكشن للامينو جروب بواسطه ناين فلورينيل ميثوكسي كربونيل، حتى لا يتاكد ان الامينو جروب مو هو راح يتصل، وانما راح يصير عنده رياكشن ويا الكربوكسيليك جروب مالت الامينو اسيد ويسوي لي الامايد لينكج. الخطوه اللي بعدها يسوي دي بروتكشن ويسوي سايكلايزيشن، فراح يحضر البنزودايزيبين اللي يريده. طبعا مثل ما قلنا الار اذا تتذكرون هناك شرحناها وطاكيها اول مثل بالبدايه، قلنا الار 1 هنا خلاها الار 1 اتش والفور برايم او اتش، طبعا يعني ار 1 اتش والثاني راح يكون ار برايم او اتش، الاخر قلنا الار 2 سي ال والبوزيشن 4 خلى كاربوكسيل، وطبعا السي ال ظلت 5 يعني مره ما موجود الكاربوكسيل مره بس سي ال مره كاربوكسيل جروب وسي ال.
وهكذا كذا شرحنا على شفت انه من اجى سوى الملتيبليكيشن مالته شاف انه 80 مركب تكون عنده بالنسبه للمركب اللي حضره بواسطه الكومبينيتيريال. هذه المركبات مثل ما قلنا هي شاف انه لها بيولوجيكال اكتيفيتي مثل ما قلنا نانا، فطور طبعا شغله مثل ما حضر التراي بيبتايد وحضر التراي بيبتويد، وقال لك ممكن احضر الاليجونيوكليوتايد اللي هي تخص الدي ان اي والار ان اي، وممكن احضر الاليجوريز، وممكن احضر الكربوهيدرات بنفس الطريقه. هنا منطيك امثله، قال لك اني من حضرت ال 1-4 بنزودايزيبان شو استفدت؟ شاف انه بنفس الوقت هذه الستركتشرات اللي بدها تتحضر اللي هي مثل ما سوينا احنا 80 واحد، غيرت الفكره عن الـ 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 المركبات اللي بدها تتحضر الاساس مالتها هو البنزودايزيبان. احنا عندنا فكره انه هو مجرد مصدر ريلاكسنت وترانكولايزر، بس من تكونت عنده هذه الدريفيتيف المختلفه وبدا يدرس البيولوجيكال اكتيفيتي مالتها، هنا انا قال لك اكو قسم من البنزودايزيبان كان لها انتي فايرال اكتيفيتي، اكو قسم منها كان لها الكحول ديتيرتنت، اكو قسم منها لها يوترين ريلاكسنت، قسم منها طلعت انتي نيوبلاستيك، انتي كونفولسنت، انتي ألسرايتيف، أنالجيسيك، انتي أرثرايتس، سيداتيف. فإذا اختلاف الكبير هذا، وبنفس الوقت كلها دا تتحضر، وسهولة الديتكشن والبيولوجيكال اكتيفيتي الديتكشن أيضا كان أسهل، فتح له باع كلش كبير بهذا الموضوع أنه ماكو تحديد بالستركتشر أثناء التحضير هذه المركبات، اكو اختلاف بالاكتيفيتي اعتمادا على الدريفيتيف اللي تتكون. دا تلاحظ مثلا يعني كان يحضر وطلع عنده البنزودايزيبان واحد من الستركتشرات انه هو انتي كونفولسنت، فاللي يحاول يطور على هذا الموضوع، لكن لما حضر هذه الاعداد الكبيره بنفس الوقت شاف لا الدريفيتيف من اختلفت، اختلف الاكتيفيتي اصلا من دريفيتيف الى اخر. وهنا أنطاك أمثلة على هواية من المركبات اللي هي تحضرت بواسطة الكومبينيتيريال، وطبعا مثل ما تشوف ضايف لك R و R1 و R2 والواحد هو نفس المركب مالتنا البنزودايزيبان تحضر بطريقة الكومبينيتيريال. هاي منطيك بيبر ومنطيك العنوان مالها. أيضا هذه ستركتشرات أخرى تحضرت، طبعا هذه كلها الدريفيتيف مالتها كلها تتحضر بنفس الوقت بال الطرق هذه، اللي واحدة من هذه اللي ممكن تستخدمها أي نوع من هذه الأنواع حسب اللي متوفر عندك، حسب نوع المركب اللي عندك، هذه راح تتأثر حسب الاختيار مالتك. فمثل ما قلنا أنه راح تختلف الديرفتيف اللي راح تتكون عندك، بس لازم أكو فكرة أنه باختيارك للرياجنت وللمواد اللي ده تستخدمها، هذه نقطة مهمة. The yield of reaction in combinatorial chemistry should be high، مو أقل من 80% or more حتى أعتمدها، يعني مو تطلع لي شيء يعني product trace وأنا أعتبرها هذه، لا، وإنما لازم تكون بالنتيجة اللي دا تطلع لي بالرياكشن، يعني أنا يعني راح أحدد السولفنت والرياجنت والكونديشن اللي راح يستخدم بكل نوع من السبوت اللي عندي، فلازم اليلد يكون عندي عالي. ومثل ما قلت لك بالبداية أنه من ضمن اللي غيرها بالكومبينيتوريال كيمستري يوز مايكروويف هيت إن بليس أوف ستاندرد هيتينج ميثود. هنا رجع قال لك، فطبعا بعد ان شاف انه السيفنج تايم سيفنج الكونديشن كلها تغيرت صارت اسرع، الهيتنج صار بطرق اخرى،
كلفة التكاليف للتفاعلات صارت أقل، فبدأ يستخدم هذه الطرق اللي هي السوليد فيز كومبيتيريال كيمستري للكربوهيدرات، للناتشورال برودكت، البوليسكرايدز، الكربوهيدرات بروتين انتراكشن، هنا للامينو جلايكوسايد اللي هي اكثرها تتذكروها مثل الانتيبايتك اللي اخذناها الفانكومايسين، الامينو جلايكوسايد هاي كلها كانت ناتشورال، بدا يحضرها بهذه طريقته. وانا يعني منطيك الامثله عليها، مثلا منطيك الاستراكشر مال اريثرومايسين هنا هو منطيك اياها قايل لك الانواع النوق ناتشورال كاربوهيدرات، ليجاند مال بربورية، الاريثرومايسين، فيتامين دي 3، فكلها هذه بدا يحضرها بطريقه الكومبينيتيريا لان شاف انه هي سيفينج ماني اند تايم. هذا كل الكلام وراح نرجع ايضا عليه مره اخرى نحكي عن شلون الستيبس هذه. احنا بدنا نحكي بصوره عامه شلون راح تكون الريزن، شلون راح تكون السبورت. فهنا انا منطيك امثله على السبورت بصوره عامه. قال لك يفضل انه الريزن مو راسا، يعني وايه من الاحيان افضل يخلي لها لينكر، يعني يسوي لها فد ارم فد جروب يخليه بين الرزن وبين المركب مالته، وهذه طبعا تفيده بشنو انه يصير عنده في نوع من الفلكسبيليتي والحريه للحركه للمركب مالته اللي هو او البدايه السبستريت اللي اضافه، حتى لكن يكون قريب على الرزن لا يدخل بالبورس مالته، واستنى راح نجي نحكي عليها، فيخلي فد نوع من اللينكر بتوين الرزن وبتوين الرزن وبتوين البرودكت مالته راح يتكون. وطبعا تحت اهم راح تحددها الطريقه اللي انت راح تستخدمها. هنا انا مثلا ميرفولد رزن مثل ما قلنا هنا راح يخلي كلورين، والكلورين راح يجي الاكسجين ياخذ مكانه. هنا أنا نوع اخر اللي وحدد لك النوع هذا الـ AM رزن، هنا أنا راح يروح للبيبتايد برودكت، هنا أنا بيبتايد والكاربوكسيليك أسيد برودكت. راح يعتمد الرزن اللي تستخدمه شنو البرودكت اللي تريده وشنو الجروب اللي راح موجود بالسبستريت مالتك اللي راح يتصل. لا تلاحظ انه الرزن مالته وخلى وياه لينكر. هذا نوع آخر قال لك هذا الترايتيل ريزن اللي هو ايضا على الكاربوكسيليك برودكت. هنا هذا النوع الاخر اللي هو ال HMBA ريزن اللي خاص بالبيبتايد برودكت، معناها اكو امينو جروب. هنا هذا ال ADCC ريزن اللي هو امينو برودكت، هذه من يصير هذا تلاحظ هناك كلها كان اكو كاربوكسيليك. احيانا مثل ما شفنا بال مركب مالتنا اللي حضرناه اللي هو المركب اللي حضرناه وشفنا الستيبس مالته اللي هو البنزودايزيبين، الجروب كانت هيدروكسي الجروب. فاذا هذه راح تعتمد انت شنو النوع اللي المركب مالتك وشنو تاثيره وشو ممكن يرتبط بالرزن او باللينكر اللي متصل بالرزن مالتك. هنا أنا منطيك للسوليد رزن الأنواع مالتها. أول نوع هو البوليستيرين رزن اللي كروس لينك وذ الدايفينيل بنزين مثل ما قلنا 1% كروس لينك، اللي هي يسموه بصورة عامة ميرفولد رزن. النوع الآخر اللي هو تيناجيل رزن اللي قال لك هو بوليستيرين ومتصل به بالبارا بوزيشن بوليأثيلين جلايكول، فهذا راح يكون بي او اتش فري، فراح يكون نوعا ما بي بولاريتي ويصير بي اتاتشمنت على الاو اتش ويصير بي يعني يسوي السينثيسز عليه. اكل البولي اكريلاميد رزن اللي يسميه السوبر جلو، هذا بي فائده انه بالبولار سولفنت سوالو. احنا عندنا هاي نقطه مهمه لانه اذا
المركب مالتي صار بيه فولدينج اللي دي يتحضر ودخل بالبورس مالتي الريزن، معناها الرياكشن راح يصير بطيء ويكون معدوم. فيفضل انه البورس اللي موجوده بالسوليد مالتي تكون كبيره بحيث يكون الريجنت على طول الوقت يعني اتاتش ويا الريجنت الاضيفه ويا السولفنت. فهذا كان بيه فائده البولي اكريلامايد، وطبعا بيه امينو جروب راح يسوي امايد بوند يصير بيه سولوينج بالبولار سولفنت ويكون اقرب للبيولوجيكال ماتيريالز. النوع الاخر اللي هو جلاس اند سيراميك بيت اللي هو طبعا انورجانيك قد يكون رزن بيها، بس هذه تستعمل لما احتاج الى هاي تمبريتشر او هاي بريشر فراح استخدم هذه الانواع. هذه كلها ذكرناها وهي موجوده. انه انا عندي طبعا قلنا من اهم النقاط للرزن لازم يكون بيستابلتي، انه مو يصير بيه هيدروليسيس او يصير بيه فد تغيير حتى اقدر استخدمه مره اخرى وبنفس الوقت ما ياثر لي على الرياكشن. ونقطه اخرى انه ممكن يصير لهيدروليسيس من البرودكت مالتي ورا ما تخلص السينثيسيس حتى اقدر استخلص الماده مالتي. كل هاللي ضربناها امثله كان بيها فانكشنال جروب، لو كاربوكسيل لو هيدروكسيل لو امينو جروب. قال لك اذا انا ما عندي بيها اي جروب، اما بها الكيلو جروب او اروماتيك جروب، ما عندي بها فانكشنال جروب، فبهالحاله راح يستخدم نوع من اللينكر اللي يسميه سليل جروب اللي هو سيليكون باي 2 مثل بي. هذا اللينكر راح يساعده انه اذا ما عندي غير فنل او الكيل جروب بالبرودكت مالتي اللي احضره ممكن اوصله بهاللينكر اللي راح يسهل لي السينثيسيس للمادة مالتي اللي أنا أحتاجها. أنا أقول لك بصورة عامة حتى أخلص من مثل ما قلنا من المادة مالتي وأسوي هيدروليسيس لللينك اللي صار بين الرزن والبرودكت واللينكر والبرودكت. أما أستخدم بوند ممكن يصير لها هيدروليسيس باليوفي أو أقوى قسم منها حضروها بحيث يصير بيها كليفت باي إنزيم. وهذه الأنواع الرزن اللي ممكن أستخدمها وراح أجي عليها بتفاصيل أكثر. مستقبلا مثل ما تلاحظوا بهذا الكتاب نفس الكلام اللي قلناه بكتابكم انه الكومبينيتيريا هو كان بي ادفانتج، واحنا عشان عرفنا شنو الادفانتج مالتها. فهنا انا اعرف لك الكومبينيتيريا سينثيسيس، هذا التعريف مالته كان بي ديفايند از بارل سينثيسيس اوف اول بوسيبل كومبينيشن اوف سبستيتوانت اور كومبوننت ان ا سينثيتيك اكسبيريمنت ريزلتنج ان سينثيسيس اوف لارج نمبر اوف كومباوند. Thus, combinatorial synthesis not only result in synthesis of large number of compounds, but also cuts down on the expenses and time taken for discovery of a new drug. فإذا هي التعريف مالتها راح يكون أنه synthesis, parallel synthesis لكل اللي يعني اللي معظم الديريفيتيف اللي ممكن تخطر ببالك انه تسوي لها السبستيتيوشن على نيوكلياي معينه. وبنفس الوقت هو قلنا الفائده مالتها الادفانتج انه راح تسيف تكون ليس اكسبنسيف وتكون سيف تايم، وبنفس الوقت راح اكتشف عدد كبير من النيو دراج مثل ما هسه من تكلمنا عن البنزودازيبين. ومثل ما قلنا مع نفس الكلام انه ميرفولد بدا بال 1963 وبعدين اخذ نوبل بال 82. الطريقه انه اول ما بدا هو تحضير لل مثل ما قلنا التراي بيبتايد فسمى سوليد فيز بيبتايد سينثيسيس. هاد كله شرحناه انه اول شيء راح يسوي اتاك للامينو اسيد، هسه راح نجي نشرحها ونشوف السيكونس اللي منطينا اياه هنا. هذه الطريقه استخدم هنا ميرفولد. ميرفولد اللي قلنا هو
رزن، وهنا الرزن كان ما بي فانكشنال جروب غير الاكس اللي هي الهالوجين اللي هو جود ليفنج جروب، راح يتصل به الامينو اسيد حتى اضمن انه الامينو اسيد مثل ما تشوف هنا انه ما يتفاعل الامينو جروب. فسويت بروتكشن للامينو جروب، فاللي اتصل هو الاسيد جروب من الامينو اسيد، فبهالحالة اتصل الكاربوكسيليك جروب بالرزن. اللي بعدها راح اسوي دي بروتكشن حتى اخلص من البروتكتنج جروب، وهنا استخدم دراي فلورو اسيتيك اسيد، تعرفوا تعرف الستركتشر مالته. هسه اتحرر الامينو جروب، يرجع يضيف لي انذر امينو اسيد، بس بنفس الحالة نحكي حتى اتاكد انه ماكو، قد يصير عندي امينو رياكشن مثل ما اخذنا بالمنك رياكشن او بالشيفت بيز، فحتى يمنع هذا نهائيا ما يصير عنده وانما تمشي يمشي رياكشن بخط واحد. ايضا سوى بروتكشن للامينو جروب من الامينو اسيد، فحد راح يتفاعل هو الكاربوكسيليك اسيد، راح ينضاف على الامينو اسيد اللي حرر هنا امينو جروب العفو، فراح ينضاف الامينو اسيد الثاني، يرد يسوي دي بروتكشن للامينو جروب حتى يحررها. ايضا استخدم التراي فلورو اسيتيك اسيد، طبعا الريجنت اللي راح يستخدمه هنا حتى يزيح البروتكتنج ايجنت لازم يفكر انه ما ممكن يكسر له هذا اللينكج اللي بتوين الرزن والمركب مالته، لان معناها انتهى التفاعل. وبالخطوة الأخيرة نفس الشيء، راح يضيف بروتكتنج أمينو أسيد، ورا ما يضيفه راح يسوي دي بروتكشن طبعا للأمينو جروب هنا، راح ينضاف الأسيد اللي هو بروتكتنج، سوي له ريموف لل بروتكتنج جروب. هسه صارت التراي بيبتايد، وبعد ما صارت راح يسوي ريموف للبوليمر مالته. بعد ما سوى طبعا بيوريفيكيشن ووشنج للرزن والمركب التايب بتايد اللي تكون عنده. فاذا هاي الطريقة اللي بداها واللي استخدمها ميرفولد واللي استخدم بيها الرزن مالته، واللي احنا ذكرناه الرزن مالته من شنو بتكون، اللي هو قلنا راح يكون نان بولار الرزن، ومتكون من البوليستيارين كروس لينك وذ داي فينال بنزين. فمثل ما تلاحظ انه التو كومباوند اللي مكونين الرزن هي تكون نان بولار. فطبعا بدا يعني يحاول يغير الرزن اللي يستخدمها، لان احيانا شاف هذه هنا انا كلها شارح لك اللي شرحناه هسه، انه يسوي شو بروتكشن، يسوي دي بروتكشن، يسوي ووشنج بعدين حتى يقدر يحصل على الماده مالته اللي راح يستخدمها. طبعا قلنا هنا راح مثل ما حكينا على الرزن، قلنا اكو لينكر او انكر اسميها، اللي راح يوصل بين البوليمر وبين المادة مالتي او السبستريت اللي راح اكمل عليه الرياكشن حتى احضر المادة مالتي. فقلنا بدأ يغير بالانواع، خصوصا من شاف هذه النين بولر انه يعني نوعا ما بها ريجيديتي ما راح تصير بها سولوينج، فبدأ يستخدم غير رزن حتى يسهل ويسرع الرياكشن مالته. فقلنا اول نوع الرزن هو كان الميرفولد اللي هو عبارة عن بوليستيارين مثل ما قلنا، ومتصل بواحد من مية داي فانيل بنزين كروس لينكد وياه. وهنا أنا حكينا هذه الرياكشن هو اللي يسميه الابتوبس. هنا قال لك المركب مالتي اللي دا يتكون اللي هو الامينو اسيد هيدروفيليك، والرزن مالته هيدروفوبيك. فاحتمال قلنا بهيدروجين بوندينج وبكارل سنتر، واحتمال يصير بيه فولدينج.
فاحتمال الرياكشن ما يمشي بالسرعه اللي يريدها او ما يطل البرودكت بالنسبه اللي انا احتاجها، لانه تعرض كامل للجروب اللي راح يتفاعل راح يكون قليل، وخصوصا اذا مركبات عندي معقده مثل اللي اخذناها امثله حضرها ومن ضمنها الدازيبين. فبهالحالة بدأ يغير بالرزن، فمن حتى يخلص من هذه الحالة انه احتمال يصير فولدينج وتدخل بالبورس مالت الرزن وما تتفاعل، بدأ يستخدم بولر بوليمرز. من ضمن هذه اللي استخدمها احنا ذكرناها اسم ايضا بكتابكم، نكلود شيبردز بولي اميد رزن، تينا جيل رزن اللي هو 80% قلنا بولي اثيلين جلايكول، اتصل بواسطة كروس لينكد بالبوليستيارين، هو البوليستيارين هم بالمرفولد رزن، بس شنو هي فينر بنزين، بينما هنا أنا داي فينر بنزين، بينما هنا أنا خلوا يا البولي اثيلين جلايكول اللي انت تعرف به البولاريتي، وهو راح يكون الفانكشنال جروب او اللينكر اللي راح يوصل الماده مالته. هذه المواد اللي هي بولر لها قابليه يصير بها سولوينج مثل ما قلنا، احنا حكينا ناتس سماها البولي اكريليكامايد اللي هو الشيبرز، هذه لها قابليه بها سولوينج يصير بالسولفنت، فحتى لو بالبيبتايد صار بها فولدينج ودخلت بالبورس راح تكون ايضا متعرضه للسولفنت وللرياجنت اللي اضيفه، فالتفاعل راح يمشي بطريقه جيده. هنا ننطاك الرزن مثل ما تشوف الرزن هذا مالته متصل باللينكر او الانجر هنا مسميه، اللي قد يكون باكسجين او يكون كلورين، هنا أنا بالميرفول كان كلورين، فحتى يضيف المركب مالته الامينو اسيد هم مثل ما قلنا هنا نسوي بروتكشن بالتيرشري بيوتيل اوكسي كربونيل، وبعدين ورا ما اتصلت طبعا هذه راح تروح راح يجي مكانها الكاربوكسيليك جروب تتصل ويكمل الرياكشن مالته. هنا الرزن انطاك مثل اكو نوع اللي يسميه الوينجز، الوينجز رزن، والاستخدام هنا أنا ايضا سوى بروتكشن، بس هنا استخدم ما يفرق ان دول اثنين هم تو بروتكتنج جروب، هنا استخدم مثل ما ذكرنا ويا الكلورو دايزيبين استخدم الناين فلورينيل ميثوكسي كربونيل كبروتكتنج ايجنت. نفس الشيء هنا مكان عنده كلورين او عنده يعني هالوجين كان عنده بالوينجز عنده وينكس رزن بالالكوهول بالعفو الهيدروكسيل جروب. الهيدروكسيل جروب هم طبعا نفس الشيء يسوي بروتكشن للامينو جروب، وبعدين راح يتصل الكاربوكسيليك جروب يسوي استر لينكج، وهم يسوي دي بروتكشن ويضيف الامينو اسيد اللي بي بروتكشن وراح ينضاف، وهكذا نفس الخطوات هاي يسميها الوينكس رزن. هنا انا مستخدم نوع آخر من الرزن اللي هو الرينك رزن، مثل ما دا تشوف الرينك اللي هو بي أمايد لينكج، دا تشوف في هذه الرزن وهذه الذراع مالته بي أماينو جروب، طبعا أيضا راح يسوي بروتكشن حتى الكاربوكسيل جروب هي اللي تتفاعل وراح تنضاف، وبالأخير يسوي هايدروليسيز ورا ما يكمل التراي بيبتايد اللي دا يحضره راح يسوي له ووشنج ويحصل على الرزن متصل بالتراي بيبتايد مالته، وباستخدام التراي فلورو اسيتيك اسيد راح يسوي له هيدروليسيز ويستخلص الماده مالته. هنا نقطه مهمه، هناك بالتفاعل السابق شفت استخدم التراي فلورو تترا فلورو اسيتيك اسيد، سوري تراي فلورو اسيتيك اسيد واستخدم الفلور اسيتيك اسيد. هنا أنا لو تلاحظ حتى يسوي دي بروتكشن استخدم بايبريدين،
بتلاحظ ليش؟ لأن شاف هذه الأمايد راح تكون سنسيتيف إذا استخدم سترونج أسيد يصير بها هيدروليسيس، فالتراي كلوروسيتيك أسيد استخدمه بالأخير من راد يسوي هيدروليسيس للهاي أمايد لينكيج اللي هي أيضا بيبتايد لينكيج. فهنا نقطة مهمة هنا لازم تعرف أنه هنا اللي استخدمه حتى يسوي دي بروتكشن هو البايبريدين اللي هو بيزك، هنا استخدم البايبريدين بينما هناك بالتفاعل اللي قبله استخدم ترايفلوروأسيتيك أسيد. ترايفلوروأسيتيك أسيد معناها لما remove the polymer after purification by filtration and washing معناها أنا راح يحتاج إلى أسيد أقوى حتى يكسر هذه الأستر لينكج اللي تكونت ثانوية الرزن. فإذا تلاحظ أنه حسب اللينكج ويا اللينكر أو ويا الرزن لازم تعرف شنو نوع الدي بروتكتنج اللي تستخدمها، يعني مو تستخدم أي نوع لأن احتمال تسوي هيدروليسيز للمركب مالتك أو للريجنت أو السبستريت اللي بديت تسوي له التفاعل من الرزن فمعناها أنهيت التفاعل. هنا استخدم نوع آخر من الرزن اللي هو بيل داي هايدرو بايرين مثل ما تشوف هذا البايرين اللي هي اتخذته العام داي هايدرو اللي تكون بي دبل بوند، طبعا هذا فولي بارشيالي انساتشوريتد فلذلك مسميه بهالطريقة تماخذيها هذه بالهيتروسايكليك اللي راح يصير انه الار او اتش اللي راح تجي اللي هو ايفر الكهول راح يجي يفتح لي الدبل بوند وينضاف وبعدين يكمل عليه الستيبس مالته اللي يريدها وبالاخير راح يسوي لها بالترايفلوراسيتيك اسيد هيدروليسيز ويحصل على المركب مالته. اذا هذا نوع من اخر من الرزن. احنا راح نتوقف على هذه الانواع لانه صراحة نشوف انطاك هنا الميثودز اوف كومبينيتوريال سينثيسيس اللي راح تكون solid phase synthesis واكو liquid phase synthesis واكو synthesis on soluble polymer. كل واحدة منها راح ناخذ عليها امثلة ونعرف شنو نوع الرزن اللي راح نستخدمه.